كانت عندك لا رغبه لشي حاجه ما كينتهاش الحلم، خصك ديما تحلم باش توصل لشي حاجه ديالك. وفي الموسم الماضي اضطريت انا من قبل شهر تسنيت راجتي، وبقيت كنتسنى حتى جاني هادشي صام شي جمال هي راه غتجي للراجا، قلت ليه ان شاء الله مرحبا، ما رفضتش الطلب وما ترددتش ولو ثانيه. صافي مورا شي صافي قلت ليه وقت ما بغيتيني نجي ان شاء الله. الا كان عندك طموح لشي حاجه راه توصل لها، الحمد لله كانت عندي واحد الرغبه انني نفوز بالالقاب مع الراجا. كنت قلتها في اول صراح ليا في السيت ديال الراجا، قلت لهم ان شاء الله عام ديال الالقاب ان شاء الله، ولما لا نديو نلعبوا على اربعه الواجهات. الحمد لله مشينا في اربعه الواجهات كما شفتي، خرجنا من كاس العرش من نصف النهائي والحمد لله احنا في دينا لقب افريقيا اللي غاب على الخزينه ديال الرجاء بعد 15 سنه، الحمد لله كنتوجوا به وكندخلوا للتاريخ ديال الرجاء اوسع الابواب ديالو الحمد لله. مباراه ديال كازا اللي لعبنا في فينال في كازا مع فيتا كلوب في المغرب كانت مغايره هذه صراحه. دوزنا واحد اسبوع لا من اللاعبين الكل كنتي كدوز الزنقه تسمع جيبوا لنا الكاس جيبوا لنا هذه، وحنا كنتقاتلوا على الوراق حنا هذه. كنتي كتدخل تدخل تشوف فيسبوك ولا انستغرام كتلقى كلشي كيلوح الوراق، انا جبت ورقه انا هذه، كنتي كتعيش واحد الضغط نفسي. الحمد لله من بعد واحد الشوط الاول اللي ما سجلناش فيه، الحمد لله الدقيقه الاولى من الشوط الثاني كنا سجلنا الهدف الاول سجلته انا، ومن بعد الهدف الثاني والهدف الثالث ديال محمود اللي عطاونا مفتاح الاول ديال الكاس. والمباراه الثانيه ديال اللي في كينشاسا اللي دار صعيبه في ظروف صعبه، زعما الرجاء كتكبر في المباريات الكبيره. كنبغي نشكر اللاعبين اللي صراحه تقاتلوا من اجل هذا الكاس وهداو الفريق والجمهور ديالو كبير صراحه، يستاهلوا كل الخير. والكل كيعرف قائمة ديال القميص هذاك 11 لعاب ولا 18 لعاب اللي كانت كامله، كل كان ديزمو واحد المرحله صعبه، هذيك الدومه ديال الفرح ديال واحد ستريس اللي كان ديال واحد الصعوبات اللي كندزنا منهم. الحمد لله فاش بكيت شويه فشيت شويه ترخفت صافي، عاد دخلت في المقابله هذيك الساعه صافي عاد ارتحيت الحمد لله. وانا ضروري خاصك تخلي الصوره ديال الاب ديالك زوينه اللي في خدمه ديال الرجاء اللي مدته ما زيد على 65 سنه هو في الرجاء، وخاصو تبقى ديك الصوره الزوينه ديالو مع الجمهور مع كل. الحمد لله انا كنخدم على هادشي باش تبقى الصوره ديال الوالد زوينه مع الكل. الحمد لله كما قلتي في 5 اشهر لقب افريقي اللي غاب على الرجاء بزاف، وكان واحد الحلم كان كيقول لي ان شاء الله تشوفوا مطلع البوديوم، داك الحلم بحال كان بعيد، ولكن في كينشاسا كان عندك الحاج كنقول ليه يلا الحاج يلا انا وياك في البوديوم. الحمد لله هذا راه حلم كيتحقق. جات والدة الصدفه لان الوالد ما كانش غادي معنا كاع في كينشاسا، فتا بقات الرحله نهار يوم الاربعاء عاد عيطوا لي المسؤولين مشكورين على هذا زعما اللي داروا معاه الجلسه اللي داروا معاه. انا نهار الاربعاء جات اتصال من عند الرئيس انه غيمشي صايب الفيزا وداك الشيء وغيمشي معنا رافق البيع حتى لكينشاسا صافي. تما شويه بشويه صافي وليت نقول ان شاء الله الا دينا انا ويا في البوديوم ان شاء الله، والحمد لله تحقق الحلم. وكان بغي نشكر جماعة الرجاوية كاملة اللي في المغرب واللي خارج المغرب، كان نقول لهم شكرا بزاف على الثقة اللي داروا في سفيان الرحيمي والثقة اللي داروا في اللاعبين، وكنتمنى اننا نكونوا عند حسن ظن الجماعة الرجاوية.